السلام عليكم طلاب صف السادس علمي. الدرس السابق أخذنا مبرهن ديمور، هذا الدرس راح ناخذ نتيجة مبرهن ديمور. هنا قبل لا ناخذ النتيجة راح نتذكر المبرهنة حتى تكون مقارنة بين المبرهنة والنتيجة. هنا المبرهنة، مبرهنة ديمور، احنا أخذنا صيغة قطبية زد وقلنا تكون R كوساين ثيتا زائد اي ساين ثيتا، ورفعنا الزت للقوة ان، صار عندي هنا الار رفع القوة ان، صار بهالشكل كوساين لان انضربت بالثيتا الان في ثيتا زائد اي ساين الان في ثيتا. هاي لما تكون قوة موجبة، واخذناها لما تكون قوة سالبة راح يصير الار السالب ان، وهنا كوساين السالب ان تنضرب هنا بالكوساين وتبقى الكوساين موجبة ما تأثر على الكوساين وتأثر على الساين، وتصير هاي الإشارة سالبة اي ساين الان في ثيتا. هذه هي مبرهنة ديمور. النتيجة المبرهنة هي أسس صحيحة موجبة أو سالبة، قوة للعدد زت موجبة أو سالبة، النتيجة جذور. يعني الفرق بين المبرهنة والنتيجة، المبرهنة قوة والنتيجة جذور. هسا هنا مبرهنة الجذر النوني للعدد زت راح يساوي الار تحت الجذر النوني، هنا ايش راح يصير عندي؟ كوساين الثيتا زائد 2k باي على n زائد ال i ساين الثيتا زائد 2k باي على n. هسه واحد يسأل يقول هاي شنو 2k باي؟ ال 2 باي هي دورة حول نقطة الأصل، الكي عدد الدورات المضافة اللي تكون بعدد الجذور، بعدد الجذور شلون يعني؟ لما تكون الجذور تربيعية، يعني الجذر التربيعي زيت، يعني الكي تاخذ الصفر والواحد. الجذور التكعيبية للزت الكي راح تاخذ الصفر والواحد والاثنين. جذور أربعة للزت هنا الكي تاخذ الصفر والواحد والاثنين والثلاثة وهكذا. يعني الجذور النونية للعدد الزت الكي تاخذ الصفر والواحد والاثنين الى ان ناقص واحد من الجذور. احنا ناخذ امثله حتى نفهم النتيجه بصوره اكثر. هنا مثال حل المعادلة، طبعا مثال من الكتاب، حل المعادلة x تكعيب زائد واحد يساوي صفر لكل x تنتمي للأعداد المركبة. طبعا هنا يقول حل المعادلة لازم يذكر باستخدام نتيجة ديمور، وإلا نقدر نلقى غير طريق للحل. كان نحلها مجموع مكعبين، القوس الأول يطلع لي سالب واحد، والقوس الثاني أحله بالدستور وأطلع قيم المعادلة التربيعية، لكن هنا يذكر باستخدام نتيجة ديمور. اشرح السر عندي، الأكس تكعيب يساوي واحد سالب واحد، تحول الجهة الثانية صار سالب واحد. الأكس تكعيب يساوي هذا السالب واحد
راح اكتبه بالصيغة العادية، سالب واحد حقيقي صفر تخيلي. هسه اخذ الجذر التكعيبي للطرفين، وراح يصير عندي الاكس يساوي الجذر التكعيبي سالب واحد موجب صفر اي مرفوعة الى واحد على ثلاثة. هنا أنا راح أحول صيغة قطبية بصورة مباشرة، لأن إحنا أخذنا السالب واحد وأخذنا الآي والواحد والسالب آي وطلعنا صيغة قطبية مباشرة. يعني نقول الأكس يساوي السالب واحد هو كوساين الباي موجب آي الصفر هو ساين الباي ومرفوعة إلى واحد على ثلاثة. هنا الواحد على ثلاثة راح تدخل على الباي للساين وعلى الباي للكوساين، بس بما انها جذور اذا لازم اضيف 2k باي قبل لا اضرب بواحد على ثلاثة، يعني راح تصير الاكس بهالشكل كوساين الباي زائد 2k باي على ثلاثة زائد اي ساين الباي زائد 2 كي باي على 3. بس عندي يعني جذور تكعيبية، إذن الكي راح تاخذ الصفر والواحد والاثنين. إذن قيم K تأخذ صفر واحد واثنين جذور تكعيبية. هسه راح نأخذ الصفر كذا عندما K تساوي صفر، راح أعوض بمكان K صفر، هذا المقدار كله يصير صفر، تبقى الباي على ثلاثة، يعني راح يصير عندي الأكس يساوي هنا كوساين الباي على ثلاثة زائد اي ساين باي على ثلاثة. كوساين الباي على ثلاثة زاوية 60، كوساين واحد على اثنين، والساين جذر ثلاثة على اثنين. هسه ناخذ عند الكي تساوي واحد، وراح اخلي هنا مكان كي واحد اثنين في واحد في باي اثنين باي، وعندي باي ثلاثة باي على ثلاثة، يعني يصير الاكس يساوي كوساين ثلاثة باي على ثلاثة زائد اي ساين ثلاثة باي على ثلاثة. اختصار ثلاثة ويا ثلاثة، هنا الاكس راح يساوي كوساين الباي اللي هو سالب واحد وساين الباي اللي هو صفر، وبالناتج راح يكون عندي سالب واحد. هذا الجذر الثاني، هذا الجذر الاول، هذا الجذر الثاني. هسه اخذ الكي لما تكون اثنين. زين هنا اثنين في اثنين اربعة، أربعة باي، وعندي باي خمسة باي على ثلاثة. إذن هنا الأكس تساوي كوساين خمسة باي على ثلاثة زائد هاي ساين خمسة باي على ثلاثة يساوي الباي على ثلاثة هي زاوية 60 مضروبة بخمسة، 60 في خمسة 300، وصلنا ربع الرابع. الكوساين موجب، إذن واحد على اثنين طيب إشارة موجبة، والساين سالب، سالب جذر ثلاثة على اثنين آي. الساين مالت 60 هو جذر ثلاثة على اثنين، وانطيته إشارة سالبة ليش؟ لأن هو بالربع الرابع ويأخذ إشارة سالبة. مجموعة الحل راح تصير عند الجذر الأول والجذر الثاني والجذر الثالث، وهنا مجموعة الحال تساوي الجذر الأول اللي هو واحد
على 2 زائد كذا 3 على 2 اي. القيمة الثانية اللي هي السالب 1 والجذر الثالث اللي هو 1 على 2 سالب جذر 3 على 2 اي. هسه نمسح الصبورة وناخذ مثال ثاني نفهم نتيجة جيم اوفر بصورة أكثر. هنا مثال كتاب أوجد الصيغة القطبية للمقدار ثم جد الجذور الخمسة. هنا أول شيء حتى أجد الصيغة القطبية لازم أطلع المقياس والسعة. المقياس اللي هو زيت يساوي الجذر التربيع الأكس تربيع زائد واي تربيع. الأكس تربيع اللي هو جذر 3 زائد 1. يعني هنا راح يكون عندي جذر 3 تربيع زائد 1، جذر 3 تربيع 3 زائد 1 ويكون 4، جذر هشقد 2. هذا هو المقياس. هسه أجد كوساين ثيتا وساين ثيتا. الكوساين راح يجيني من اكس على الزت، والاكس اللي هو جذر 3 هذا الاكس على 2، وساين الواي على الزت، الواي اللي هو 1 معامل الاي 1 على 2. الزاوية اللي كوساينها جذر 3 على 2 وساينها 1 على 2 هي زاوية 30. إذن زاوية الإسناد هي الباي على 6 في الربع الأول، لأن يعني الكوساين موجب والساين موجب هي بالربع الأول. وهنا زاوية الإسناد هي نفسها سعة العدد المركب. راح أكتب هنا الصيغة القطبية راح تكون بهالشكل R كوساين ثيتا زائد الآي ساين ثيتا. الزت اللي هو العدد مالنا، الآر اللي هي طلعناها هنا 2، كوساين الثيتا اللي هي الباي على 6 زائد الآي ساين الباي على 6. هسه ارفعها للقوة 2 مثل هو معطيني اياها. قول هنا تربيع، اذا ارفع الزت الى 2 راح يصير بهالشكل عندي 2 تتربع و2 تنضرب بالثيتا مع الكوساين والثيتا للساين، ويصير عندي كوساين 2 باي على 6 زائد اي ساين 2 باي على 6. هنا تقبل الاختصار بين 2 و6، ابسطها اكثر يعني. زت تربيع تساوي هنا التربيع 2 4. هنا الاختصار بين 2 و6 يبقى الباي على 3، يصير عندي بهالشكل كوساين الباي على 3 زائد اي ساين الباي على 3. هنا كملنا صيغة قطبية بعد نجد الجذور الخمسة. هسه نجد الجذور الخمسة. اذا هي زت تربيع واخذ لها الجذر الخامس. نفس الوقت عندي هنا الأربعة ارفعها للجذر الخامس. وهنا الصيغة القطبية راح أقسم على 5 وأضيف 2K باي للزاوية، يعني يصير عندي كوساين الباي على 3 أضيف 2K باي وأقسم على 5 زائد آي ساين إيش عندي باي على 3 أضيف لها 2K باي وأقسم على 5.
هسه احنا عندنا جذور 5، اذا الكي تصير عندي الصفر والواحد والثنين والثلاثة والأربعة، 5 جذور. آخر عنده الكي تساوي صفر. هنا من راح تكون الكي تساوي صفر، هذا المقدار كله يصير صفر، تبقى بس الباي على 3 ومقسومة على 5، راح تصير باي على 15. يعني راح تصير عندي هنا الزيت الجذر 5 للزيت تربيع يساوي الجذر 5 للأربعة. وهنا ايش راح يكون عندي؟ قلنا هذا راح يصير صفر، تبقى الباي على 3 ومقسومة على 5، يصير عندي كوساين الباي على 15 زائد اي ساين الباي على 15. عند الكي تساوي صفر، ناخذ الكي تساوي 1. اذا اخلي هنا 1 راح يصير عندي 2 باي، 2 باي اضربها في 3 6، وعندي هنا باي راح يصير 7 باي مقسومة على 3 على 5، راح يصير عندي 7 باي على 15. يعني هنا راح يصير عندي جذر 5 للـ4 كوساين 7 باي على 15 زائد اي ساين 7 باي على 15. وما انه هنا عند الزاويه مقسومه على 15 وهنا مو زاويه خاصه فاتركها، لما تكون زاويه خاصه اطلع قيمتها، يعني تكون مقامها مثلا 2 3 4 6، هاي زوايا خاصه اقدر اطلع قيمها، لكن هنا من يكون مقامها 15 هاي زوايا ليست خاصه فما اطلع قيمتها. ناخذ الكي يساوي 2، راح أخلي هنا 2 في 2 4، الأربعة مضروبة في 3 12، وأضيف باي عندي راح يصير 13 باي مقسوم على 3 على 5، راح يصير عند 13 باي على 15. 5 للـ4 كوساين 13 باي على 15 زائد اي ساين 13 باي على 15. هسه ناخذ الكي عندنا بعد 3 و4، الكي لما تكون تساوي 3 راح اخلي هنا 3، تصير عندي 2 في 3 6، 6 باي اضربها بثلاثة 18، وعندي 1 19 19 مقسومة على 3 على 5، اضرب 3 في 5 يصير مقام، يعني يصير عندي هنا الاربعة جذر 5 للـ4 كوساين قلنا 2 في 3 6 في 3 18، وهذا 1 19 مقسوم على 15 19 باي على 15 زائد اي ساين 19 باي على 15. الجذر الأخير لما يكون الكي تساوي 4، لما يكون كي 4، 2 في 4 8 باي مضروبة في 3 24، وعندي باي 25، يصير عندي هنا الجذر 5 للـ4 كوساين 25 باي على 15 زائد اي ساين 25 باي على 15. هنا اكو مجال اختصار بين 25 و 15، على 5 بها 5 وعلى 5 بها 3،
بها 5 بها 3. إذا هنا إيش راح يصير عندي؟ الجذر الخامس للأربعة كوساين 5 باي على 3 زائد آي ساين 5 باي على 3، أصبحت زاوية خاصة مقامها 3، إذا زاوية 60. الكوساين مالها 1/2 والساين جذر 3/2، هسه نضربها بخمسة. أول مرة أخذناها إحنا بس الباي على 3 60، الكوساين مالها 1/2 والساين جذر 3/2، هسه نضربها بخمسة. 5 × 60 300، صارت بالربع الرابع. الكوساين موجب، إذا أكتب جذر الخامس للأربعة 1/2 كوساين 60، وانطيتها إشارة موجبة الآن بالربع الرابع. أما الساين راح أعطي إشارة سالبة وهو جذر 3/2 آي. الدرس القادم راح نحل تمارين 1-4.